سيادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أهلا أهلا أهلا. أهلا أهلا. إزاي حضرتك؟ سيادتك معالي النائب الغالي. إزاي ربنا يخليك يا تيسير بيه، ربنا يخلي حضرتك يا رب. الله يخليك يعني يا جميل يا محبوب. يا بختي والله بالكلمتين دول، يا رب يخليك يا رب. وطبعا أنا كنت سعيد جدا لما تقابلنا في الـ في الـ في اليوم الأربع اللي فات في الحوار الوطني، فأنا هسعد أكتر كمان لما مش بس بقى بنتكلم على التليفون، إن حضرتك تنورنا مرة كده في الاستوديو ويبقى في عندنا مساحة أكتر اتساعا للكلام والحديث. سياده النائب شرف لينا وشرف ان احنا نكون مع حضرتك ومع الساده المشاهدين. العفو يا فندم. سياده النائب، على خلفيه المؤتمر الصحفي وكلام الاستاذ ضياء رشوان منسق عام الحوار، يعني الى اي مدى يرى سياده النائب تيسير مطر انه تجب علينا جميعا التحلي بالمرونه في هذا الحوار معارضه كنا او موالاه؟ انا هقول لحضرتك بكل صراحه وبكل وضوح، احنا لابد من اننا نقدم الصراحة والمرونة والهدوء والتواضع من اجل مصر ومن اجل المواطن المصري. اللي هيعمل غير كده يبقى ما بيحبش مصر ولا بيسعى لخدمة المواطن المصري ولا بيسعى لمستقبل احنا كلنا بنتمنى ان يكون مستقبل مشرق. انا بتكلم بمنتهى الوضوح ومش بقول لا معارضة ولا موالاة. احنا بنقول مصريين. الحوار المصري أطلق من سيادة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية، في وجود سيادتك كنت منور الإفطار يا فندم، ده شرف لي. كان الدعوة من سيادته إلى كل المصريين بالتحاور والتشاور من أجل الرؤى المستقبلية. كنت سامع عماد بيه من مع مداخلة حضرتك وسيادتك بتتكلم عن ملف حقوق الإنسان. ملف حقوق الإنسان إحنا شايفين فيه تطورات رهيبة جدا، شايفين فيه أعداد كبيرة جدا، شايفين حاجة كلنا متفقين على انه نخلص من موضوع الحبس الاحتياطي وانهاء القصه دي بالكامل. ولكن احنا لابد من اننا كمان يا يوسف نقول ان في خطوات ملموسه موجوده على ارض الواقع، ولا نختزل حقوق الانسان عند خروج الانسان من محبسه فقط، ولكن حقوق الانسان بمشمول اوسع، الاكل والشرب والحاله الاقتصاديه والامن والامان، كل الكلام ده كله من حقوق الانسان. فانا بكل وضوح ان ما كناش كلنا هنقعد على ترابيزه واحده ونتكلم مع بعض ونبقى مستحملين بعض وما نقعدش كل شويه نقول احنا مش هنكمل، احنا اللي مش عايز يكمل يقول انا مش هكمل، والحوار الوطني هيكمل لصالح مصر، لصالح الحوار والسياسه ما فيهاش انا مش هكمل. يعني السياسه ما فيهاش كده، السياسه هي محاوره وتفاوض، واحيانا شد واحيانا نرخي واحيانا نبقى مرنين واحيانا نبقى صلبين، لكن لا تكن صلبا فتكسر ولا حتى لينا فتعصر. يعني المساله بالهداوه زي ما بتقال. اشكرك جدا معالي النائب. أنا مش عارف أشكرك إزاي، وشكرا جدا يا فندم على هذه المداخلة. سيادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.